أقول لك هذه أسئلة العالم. سعود أنا سياسية بحتة، بس ما أنتمي لأي تيار. حلو حلو، مثلي أنا ما أنتمي. أنا قابلتني صحفية من غير ذكر أسماء قريبا، قالت أنا قابلت الرئيس حسني مبارك وقابلت رؤساء وقابلت رجال دين وقابلت علماء وفقهاء. دي الشخصية مستدة لإيمان دقة إيبا منين؟ إيه القوة دي؟ هذا عنك من بعدين. الحمد لله هذه تبين هاي أنا وأنا قاعد أقابلك الحين ساعتين، أي ساعتين؟ ثلاث ساعات ونص. نعم صار قاعدين كذي داحية، ماكو شيء يخليني أروح البيت متفائل. لا ليش؟ من كل في وايد أشياء متفائلة أنا قلتها. عافية يا علا عافية على قلبك وعلى كل مسلم طيب. تحتي كمل يلا يلا. أعيد صوب إسرائيل؟ قولي إسرائيل. زلزال في إسرائيل. حيلك فيهم إسرائيل. زلزال نبي إن شاء الله خسر فيهم. زلزال في إسرائيل وانفجار. شدي حيلك بعد، نبي توقعات كلها عن إسرائيل أقوى دمار. وهيجان بركان واغتيال أكثر من مسؤول إسرائيلي ومن بين هؤلاء رئيس وزراء إسرائيل. آمين يا رب. وتغيير وزراء في إسرائيل ومن بين هؤلاء وزير الدفاع الإسرائيلي ومجازر في فلسطين وإسرائيل. هيجان بركان كبير في أمريكا وسوف يؤثر على الدول المجاورة له. انهيار المغرب والجزائر واليونان وفنزويلا وتركيا. هناك مجازر في العتبات المقدسة في العراق وهما كربلاء والنجف، وبعد فترة سوف يصيب نهر دجلة والفرات جفاف والشبه ينقرض. وفاة فلكي كويتي. يلا تقول نهر دجلة والفرات راح شبه ينقرض. جف ينجف. سوف يتعرض رجل الأعمال الكويتي محمود حيدر إلى مشكلة مع الحكومة وإلى محاولة اغتيال، ينجو أو لا ينجو الله أعلم. يا أبو مهدي تقول لك تعرض أول مرة هو لمحاولة اغتيال، عسى الله يحفظه. آمين يحفظ أمة محمد، يحفظنا حنا في الدرجة الأولى. يعني شلون اختاروا؟ خلينا نشوف يعني شلون. العلم عند الله، لا تسألني سؤال. عشان يدير باله يعني احنا أبو مهدي الله يطول عمرك. شوفهم علي هي تقول هذا التنبؤ، والله التنبؤ يخرب. شفت أنا مساء شلون فصلت في التفصيل أوباما، حتى أعطيتك ألوان السيارات وقلت لك مسافة بعيدة. صح. في أشياء هني لا. زين وهود إذا دق عليك شخصيا وكلمك تعطينا التفاصيل؟ لعلمك الخاص أنا كل ما دشيت مستوصف الجابرية. يا أبو مهدي ترى كل خير قاعد تشوفه من دعاي، حتى الصيدلاني يقول جزاك الله خير يا أختي، بارك الله فيك وكثر الله من أمثالك. يكثر ما في ناس ما يسبيل ما تحط، من يحط مستوصفات؟ وهل ما تعطي بيمينك شمالك ما يدري؟ الله يكثر من أمثالك. والله شوفي أنا بزن حسناتك يعني يا حبيبي. ونعم بالعم محمود الحيدر ومهدي عزيز علينا وكل رجالات الكويت. نعم نعم بنوا مستشفيات. نعم الكل ما في. نعم ما في كويتي. نعم من التجار إلا لو سامح. نعم الذرة لها عند الله. بس انت تقول كل الخير اللي من دعم.